بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكييف فالكون 18000 وحدة حرارية، شباك طبعا بيقول عليه فالكون استجر عشان خاطر الشعار ده. طبعا مش هقول لك احنا طبعا احنا هنغسله، لكن نصيحة مني ليك أيها المستمع الطيب والمشاهد الكريم، المكيف احنا أصلا جايين خدناه من عند العميل عشان المروحة ديت محروقة، الموتور ده محروق من حقه انحرق من كتر الهم اللي هو شايفه، تراب وطين. بص المكيف، بص ده كله في التكييف، فبالتالي لازم ينحرق موتور المروحه ويصدي الكمبروسر. فهقول لي التراب يخلي الكمبروسر يصدي؟ ايوه، التراب مع الطينه مع الميه، يعني كتر الطينه ديت عملت سدد في التصريف، فالتصريف مكتوم. بص بص الطين، لكن تتخيل قد ايه الطينه في المكيف. استغفر الله صراحه من كتر الطين. انا مهما انادي في الناس يا جماعه نظف مكيفك على الاقل على الاقل على الاقل خالص، ما تعدي السنه الا نظفه مره يا اخي. ما تبقاش انت بيتك في الصحراء او بيتك في معرض للتراب والغبار، وبعد كده تسيب المكيف 10 سنين و7 سنين من غير ما تفكه ولا تصلحه. ونرجع النادي يا ناس، نظفوا اجهزتكم. الان هنغير الموتور، خلاص الموتور الجديد اهو نحطه فوق عشان الميه، ده الموتور الجديد. هنغسل الاول بالمضخه وبعدين نغير الموتور. طبعا يا شباب عشان تغير تفك الموتور القديم وتركب الجديد، وطبعا برضو عشان تغسل لازم تفك الاوجه ديت، الظهرين دولت. طبعا الظهر ده بيتفك من فوق بس، لكن ده بيتفك من ورا ومن الجناب هنا ومن تحت، يعني من هنا ومن زيها من تحت اهي، ومن الجنب ده والجنب التاني نفس الموضوع. عشان تقدر تفك الموتور ده لازم تفك القطعة السوداء دي للمروحة. طب المروحة عشان تفكها لازم تفك الكوندنسر عشان تبعده عشان تقدر تسحب المروحة، وهنا برضه عشان تفك الموتور نفسه لازم تفك البلاور اللي جوه هنا، وعشان تفك البلاور لازم تفك الوش ده. حتى انا فاضل هنا مسمار وما طلع، فكيت المسمار وطلعت الوش، لقينا تحتيه فلين، دي صدادة للفلين اهي بتطلع اهي، طلعت اهي. بعد كده تسحب الفلين بالراحة بيطلع معاك، دي رجل اتنين طبعا اهو، طلع الفلين. وده البلاور اللي انت بتشم، دي الغرفة، دي غرفة الهواء من هنا ومن هنا اللي انت بتشم منها الهواء النظيف. شوف بقى كمية الطينة والوساخة اللي فيها من تحت، مش عايز ادخل ايدي هعور نفسي. بسم الله، عشان تعرف بس السبب في ان المروحة اتحرقت ايه، اهو ايه اللي خلى المروحة تنحرق، ده السبب، ده السبب الرئيسي. وطبعا ما بشيل مش هوا نضيف ورا، في عندي هنا في خط الطرد اهو، خط الطرد في من في نظام سوست اهي، نظام طالع داخل حرف يو، عشان لما تسحب الكوندنسر بالطريقه دي تقدر يبقى معاك امتداد. وادي البلور اللي بقول لكم عليه، المروحه هنسحبها من هنا كده بالطريقه دي، وبعدين نطلع الموتور. شوف كميه الطين، شايفين كميه الطين شكلها ايه؟ ومن هنا اهو اهو لازق اهو من جوه. عشان بس الناس اللي بقولك بنغسل في المغسله في 5 دقايق انت هتخترع، لا يا حبيبي مش هخترع، انا عايزك تغسل في المغسله وبعدين تتصل بفني مسكين زي حالتي يجي يغير لك موتور مروحه في يوم من الايام، وانت خسر فلوس. تعال شوف كمية الطين اللي في غرفة الهواء البارد، اللي المفروض ان الهواء ده انت تشم منه الهواء النظيف المبرد. بص طين على الزعانف، طبعا انا نضفت الجزء ده النظيف اهو، وده لسه ما تنضفش اهو. بص تخيل ده كله انت بتشم ريحته مع مع الهواء البارد اللي انت بتشمه. طيب هقول لا، طب انا مش شامم ريحته. ما انت شامم ريحته حضرتك عشان انت تعودت عليه، كل يوم شام، كل يوم نايم فيه خلاص تعودت عليه، الرئة خلاص تأقلمت على هذا الوضع. غسلنا يا شباب ونضفنا، هنسيبه يجف شوية ونحط مزيل صدى على المسامير، على مسامير موتور المروحة وعلى المسامير بتاعة الساقية أو البلور ومسامير المروحة الخارجية، عشان بعد ما يجف نبدأ نفك، يفك معانا بسهولة إن شاء الله. هتحط على المسمار ده أهو، المسمار ده بسم الله، وهتحط على المسمار ده، هما شايفه هوريه لك اهو، هذا هو وحط على العمود بالمرة
بص عندك بقى الماتور ده مسبب بثلاث مسامير، واحد اهو واحد اهو والتاني تحت اهو، تالت الناحية التانية. بسم الله. هذا هو التالت اهو في النص اهو، تمام كده انت ايه خلاص خلصت. بس في حاجة احتمال، مجرد احتمال يبقى في صعوبة في فك المسامير دي، فانت عندك حل تاني انك تشيل الشاسيه نفسه الشيالة بتاعة الموتور تفكها كلها مثبتة بمسمارين اهم، ده واللي هناك ده. فعشان لو ما جت معاك طريقة تفك من هنا تفك من هنا. العمود بتاع المروحة، العمود ده برضو ترش عليه من ورا كده عشان هينسحب منه الريشة. عشان تفك المروحة زي ما اتفقنا، تفك من جهة البلور، في عندك جهتين. يعني ايه جهتين؟ يعني لو فكيت البلور الاول والتانية ما طلعتش معاك، خلاص يبقى هتفك البلور وتسحبه تمسك الريشة التانية وتفضل تلف دي لما تنسحب من العمود اللي هو طلع ده، وتفك الثلاث مسامير زي ما اتفقنا همت، وتسحب دي كلها بره وتحاول تطلعها بره. الخطة التانية لو المسامير دي مثلا مسكت معاك ما طلعش، تقدر تفك القاعدة نفسها وتسحب دي اللي فوق، ولكن بشرط ان دي تكون طلعت معاك. مادام دي ما طلعتش معاك مش هينفع تسحب دي لفوق، يبقى لازم تسحب لبره. يعني بالنسبه لي حاولت اطلع ده الريشه دي ما طلعتش، لكن دي طلعت الحمد لله وفكينا البتاع، هنسحبها لورا كده وهنتصرف بره بالطريقه دي. طلعت لي من الجهه ديت اهيت، ونكمل عليها ان شاء الله نطلعها بقى، نطلعها من العمود. شباب الريشة قبل تطلع بعد عدة محاولات اكتر من ساعة، طلعت حوالي 2 سنتي ولكنها رفضت تكمل معايا، فاضطريت اروح اشتري ريشة جديدة واركبها عشان اكسب وقت واكسب ايه واوفر التعب. انا تعبت صراحة. طيب ثبتنا ده وثبتنا ده وثبتنا الموتور ده تمام، والكهرباء اهي اهي يا شباب، اهي الكهرباء قدامي اهي تمام، والقديمه موجوده زي ما هي بس انا قصتها عشان اطلع الموتور. طبعا مش هلحم فيها، بس تعالى عشان نتعرف على بعض الاشياء. هنا بيقول لك ان بسم الله ايوه كده، بص نقرا مع بعض من فوق لتحت. بيقول لك البراون كباستور لحاله، والابيض هو التشغيل كباستور مع ايه مع ارضي، انما البلاك واللي تحتيه بلو واللي تحتيه ريد دي السرعات الثلاثة، اتش هاي ام متوسط ميديوم ميديوم يعني، والال لو والال لو. بسم الله بينا. تعالوا بقى نوصل هنا. وهل الموتور القديم لو كان نفس متطابق في نفس البيانات هيكون نفس كل حاجة؟ هنا بيقول لك ان الابيض هو التشغيل كهرباء مع كباستور يعني، والبراون هو الـ التقويم اللي هو مكثف لوحده، انما هنا نفس الموضوع، هنا نفس الموضوع لكن بدأوا عكسوا الخطوة فقط. عارفين يعني نفس الموضوع؟ يعني السلوك دي هتتبدل مكان دي. هنطلع التلاتة، هنطلع السلوك بتاعة المروحة بسم الله اهم، هذه الخمسة والخمسة التانيين زيهم نفس الالوان نفس كل حاجة. اذا طلعت نفس كل حاجة هتشيل دي تحطها مكان دي فقط. طلعنا الخمس اسلاك وركبنا الخمس اسلاك كل حاجة مكانها، مش هتوه في اي حاجة، ولو في اي غلطة لو في اي لخبطة ترجع لي المخطط وانت توصل سليم. نقفل عشان نجرب. شغلت المكيف الحمد لله، المروحة شغالة نظامية تماما، والتبريد روعة الروعة.
مع ان صاحب المكيف كان بيقول لك وعبيه في اليوم بالمره. حاولت افهمه ان المشكله عندك مروحه فقط، ما حب يقتنع الا قلت له خلاص لو ما برد كويس هعبه لك فريون. قال لي بس زوده شويه. قلت له حاضر هزوده شويه. هعمل ايه؟ المشكله عندنا التراب والطينه اللي احنا قلنا عليها، والمروحه محروقه. محروقه بايه؟ بسبب ايه؟ بسبب التراب والطينه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيكم وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا. بص يا شباب، لازم أن تتاكد ان المروحه بتشفط الهواء من هنا وترميه هنا، وان دي بتشفط الهواء من هنا وترميه هنا. لازم تتاكد من الاتجاه. الاتجاه مكتوب عليها اهوت السهم اهو، السهم ده السهم اللي بيقول لك روتيشن، بتلف في الناحيه دي. وطبعا القديمه نفس السهم، نفس السهم القديمه نفس السهم، روتيشن في الناحيه اللي هناك دي ناحيه اليمين. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، واغفر لهم وارحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.